استاذ جوده، يعني شايف ازاي موسم الدوري المصري لهذا العام؟ يعني انا اختلف مع الاستاذ احمد. انا شايفه انه انا احب كده بقى. بص انا يعني كده ابدا انا استمتع شايفه بالحلقه. ان هو حل مثالي، يعني العك كبير حصل في مواسم قبل كده. انت النهارده كل الفرق هتلعب بعضيها، ده ما كانش موجود في المجموعتين، مجموعه مع نفسها والتانية مع نفسها، يعني لكن هنا كل الفرق هتقابل بعضها. هو فعلا يعني ما انت باقي لك كام سنه، هو الدوري بتحصل امور وبيبقى المقدمه فيها 3 4 فرق، لكن انت المره دي عندك مناطق تنافس كتير، عندك تنافس عشان تبقى من المجموعه اللي فوق، عندك تنافس فوق علشان تبقى من الاربعه اللي هم يلعبوا كونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، عندك تحت برضو خناقه علشان الهروب من الهبوط. هم خلوهم اتنين بس ريحوهم. يعني برضو ما هي خناقه، يعني برضو ايه اللي اهم حاجه، اهم عنصر في الموضوع ده هو التحكيم. لا ده جاي له يعني. ماشي، ده جاي يعني انت يعني عاوز نعمل دوري. هايلايت عليه بس جاي له. يعني هو انت لو ظبطت عمليه التحكيم خلاص يبقى عندك فعلا دوري سخن. لكن حضرتك شايف ان موسم 2024 2025 هينجح؟ لا انا شايف هو هينجح. وليه؟ لانه هو يعني الفرق كلها قابلت بعضها، وبدليل يعني ان هو قوي. الخناقه بدأ من الاسبوع الاول، يعني عندك الفرق ضغطت على الحكام والحملات في الاعلام، لانه الدوري بادئ قوي، مش بادئ ضعيف. وبالتالي انا شايفه ان هو هينجح، بس لازم تظبط موضوع التحكيم.